وسط ظروف مأساوية يسعى عبد الناصر جاهداً لتوفير احتياجات أسرته الأساسية، لكن مردود دخله من دراجته النارية مصدر دخله الوحيد لا تمكنه سوى من شراء كيس قمح دون غيره من الاحتياجات الضرورية اللازمة لأفراد أسرته الخمسة في ظل موجة الغلاء المتصاعد. اليوم أخذنا الكيس الدقيق ب50,000 ريال، والدخل هذه الأيام محدود جداً، يعني 4,000 ريال لا تكفي إن كانت مصروف أو حتى بترول من الرز والدقيق، وهذا كل شيء هذه الأيام صار غالي. هذا نحن نطلب من جميع المسؤولين والمختصين أن يجدوا حل هذه المشكلة وحل هذه الأسعار، يعني المواطن لا يجد ما يأكل هذه الأيام. وعلى الرغم من تحسن قيمة الريال جزئياً أمام العملات الخارجية، إلا أن أسعار السلع الأساسية وغيرها لم تشهد تراجعاً رغم تراجع حجم الطلب، لتبقى الطرق موصدة أمام كثيرين، فيما التجار والباعة يعزون كل ما يجري إلى أرباب القرار. تكلفة البضاعة الآن تكلف على أساس يعني يقول النقل زيادة بالسعر حقها، وكل هذا يعود على السعر الخصلة ويأثر بها المواطن الآن. فنطالب الآن على أساس يعني تثبيت العملة والأجنبية الخارجية وتثبيت العملة الداخلية بحيث يكون الأسعار يعني مستقرة. الانهيار المتسارع في سعر العملة الوطنية وتعافيها نسبياً مع تغيير قيادة البنك المركزي أعاد للشارع الضالعي بصيص أمل في تحسن الوضع المعيشي، لكن المخاوف من عودة انهيار العملة ما زالت قائمة لعدم اتخاذ الحكومة خطوات ناجحة لتحسين اقتصاد بلد بات يلفظ أنفاسه ويواجه أغلب سكانه مجاعة حتمية بحسب تقارير الأمم المتحدة.